اذا متابعينا الكرام اسعدتم مساء في هذه الليله التي يعني تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حاله من الحزن الشديد على الاوضاع والساعه الاخيره، نبدا بالتفاصيل بعد التحيه لكم متابعينا الكرام، نتمنى المشاركه ما استطعتم الى ذلك سبيلا، في تفاصيل ما يقول الاعلام الاسرائيلي، ما الذي جرى على بوابه معالي ادوميم قبل ساعه من الان، كيف هو الصوت متابعينا الكرام الان؟ هل تسمعوننا؟ نبدأ متابعينا الكرام إذا بعد التحية لكم وبسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا الكرام، ماذا قال الإعلام الإسرائيلي قبل قليل حول ما جرى على بوابة معالي أدوميم وما جرى خلال الساعة الماضية؟ نبدأ ببيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى شرطة الاحتلال. اعلنت شرطه شرطه الاحتلال ان شابا فلسطينيا وصل الى مداخل مستوطنه معالي ادوميم وادار اشتباكا مع قوات الاحتلال الاسرائيلي مما ادى الى اصابه احد المستوطنين بجروح، هل هناك صوت متابعينا الكرام؟ ثم بعد ذلك اطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب وتبين بعد بعد ذلك. بأن الشاب المشتبك على بوابة معلي أدوميم هو عدي التميمي الاحتلال يقول يدعوت أخرانوت تقول متابعين الكرام بعد أحد عشر يوما من الملاحقة بعد أحد عشر يوما من الملاحقة والمطاردة والعمليات العسكرية التي وصلت دائرة المعلومة إلى صفر في المتابعة استطاعت قوة كو من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباك مع عدي التميمي إلى ارتقاء الشاب عدي على على مدخل مستوطنة معلي أدوميم الصورة التي خرجت متابعينا الكرام قبل ساعه نصف ساعه من الان والتي افرجت عنها قوات الاحتلال الاسرائيلي اظهرت عدي التميمي في اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وبعد اشتباك ايضا تم تم الارتقاء هكذا بدا الاعلام الاسرائيلي متابعينا الكرام ماذا كتبت وسائل الإعلام الإسرائيلية أحد عشر يوما من عملية الملاحقة استخدام ثلاثة فرق عسكرية إسرائيلية استخدام ما يعرف بقوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الشباك وأيضا شرطة الاحتلال بالإضافة إلى وحدات أمنية وأيضا تجسسية وأيضا اختيار ما يعرف وحدة النخبة الإسرائيلية لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي في الأصول إلى التميم بحسب الملاحقة الملاحقة أخذت بعدين في المتابعة التركيز على مخيم شعفات والتركيز على مناطق مختلفة من مناطق القدس والنتيجة بأن الشاب التميمي هو الذي ذهب الى عمليه اشتباك مع قوات الاحتلال بذات قطعه السلاح التي استخدمها في العمليه وكما اظهرت او اظهر الشريط الفيديو الناتج عن عمليه الاشتباك بان عمليه الاشتباك اذا متابعينا الكرام وقعت بذات السلاح وهو مسدس من عيار 14. اذا نعود بالتذكير للاخوه وايضا للمشاركه كيف بدات الروايه ماذا قال الاعلام الاسرائيلي وسنقوم معكم بالترجمه من كافه وسائل الاعلام الاسرائيليه وماذا تحدثت نبدا متابعينا الكرام باعلان جيش الاحتلال قبل قليل في بيان رسمي ارتقاء الشاب, الشاب الفلسطيني عدي التميمي بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل ساعه ونصف من الان وصل شاب فلسطيني إلى مدخل مستوطنة معالي أدوميم وأدار اشتباكا بقطعة سلاح وهي قطعة مسدس واشتبك مع ما يعرف بالأفتحاء وهي ضباط أمن مدخل المستوطنة وبعد اشتباك أصاب أحد المجندين وأيضا ارتقى شهيدا شرطة الاحتلال أفرجت عن أحد أشرطة الفيديو التي ظهرت في المكان وهذا الشريط الذي أظهر اشتباكا ما بين الشهيد التميمي وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعد ذلك يعني شوهدت شوهدت رصاصات تصل إلى جثمانه وارتقى بحسب وسائل الإعلام. الإسرائيلية كيف قرأ الاحتلال مشهد عملية الاشتباك ووصول عدي التميمي القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية التي قالت بأن مئات المتطوعين بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ألاف شرطي وأيضا منظومة من الجيش كانت تتابع وثلاثة فرق إسرائيلية كانت تبحث عن عدي التميمي في مناطق القدس تحديدا في مخيم شعفاط عناتة في المناطق المحيطة في سلوان وغيرها وتوقع الاحتلال أن يكون قد خرج إلى مناطق في شمال الضفة الغربية أو تمركز في منطقة كفر عقب لكن المفاجأة كما قالت القناة الثالثة عشر بأن شابا وصل إلى مدخل مستعمرة معالي أدوميم أدار اشتباكا وتبين بعد ذلك أنه التميمي زياد عوت أحرنوت التي قالت بأن مشتبكا بعد ذلك تبين بأنه عدي التميمي الذي حصد أحد عشر يوماً من الملاحقة والمطاردة والاعتقالات والاعتقالات الوقائية بعد ظهور ظاهرة جديدة في مخيم شعفاط الرؤوس المحلوقة الاتصالات باسم عدي الاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم عدي والذي شكل معضلة حقيقية في مسألة المتابعة والملاحقة ذهب إلى موقع ولا على سبيل المثال الذي عنوان إغلاق ملف عدي التميمي بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية هو بداها والاحتلال كان يبحث عن عدي في مناطق مختلفه ولم يتوقع ان يكون عدي على بوابه معالي ادوميم. القناه الثانيه عشر الاسرائيليه هي ذاتها ايضا تحدثت عن اغلاق ملف عدي التميمي لكن للمره باشتباك هو يختاره في التوقيت الذي يريد في يوم الاربعاء الساعه تقريبا الساعه التاسعه تقريبا او الثامنه ونصف والاحتلال يقول بان الاحتلال كان متفاجئا من ان هويه المشتبك هو عدي التميمي الذي تبحث عنه اسرائيل، اذا متابعينا الكرام كيف قرا الاحتلال حادثه الوصول او الاشتباك مع عدي التميمي؟ الاحتلال يقول بان هذه العمليه التي استغرقت 11 يوما استخدم فيها الجيش الاحتلال كتائب عسكريه، افراد من الشرطه، الاف المجندين والمتطوعين بالاضافه الى وحده سيبريه لمتابعه ما يعرف بالاتصالات والملاحقه وغيرها واستخدام الطائرات في مساله رصد الوصول الى التميمي كل هذه كانت عباره عن خيبه اصابت جيش الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال لم يكن هو الذي وصل إلى التميمة وإنما ابتدأ التميمي حيث روايته الأولى عبر اشتباك أيضا مرة أخرى على مدخل معالي أدوميم حيث تنتشر الآن في هذه الأثناء متابعين الكرام قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط معالي أدوميم قوة عسكرية كبيرة تصل إلى المكان وما زال المكان محاصرا حتى الساعة إذا متابعينا الكرام الجيش يعلن رسميا كيف ذلك انعكس على الحلبة السياسية الإسرائيلية قبل قليل. يم نبتدئ برئيس وزراء الاحتلال الذي ثمن كما قال يقظة أفراد شرطة الاحتلال على مدخل معالي أدوميم ولم يكن يعلم بأن الفاعل هو عودي التميمي لكن بعد ذلك تفاجأت المؤسسة الإسرائيلية بأن المشتبك على معالي أدوميم كان هو عودي التميمي. بيني الذي بارك هو بذاته العملية وصف أن يقظة أفراد الشرطة مكنت من عدم وقوع كارثة كما وصف، وأيضا اعتبر بأن الوصول إلى عدي التميمي يعد إنجازا كما قال هو في تصريحاته ايضا ابن كثير وغيره من الشخصيات الاسرائيليه كانت قد تحدثت عن هذه العمليه وصفت بان حاله التصاعد في الضفه الغربيه هي متواجده وهذا يحتاج الى قبضه حديديه في مواجهه المشتبكين في الضفه الغربيه عدي التميمي الابرز في متابعه الاعلام الاسرائيلي والابرز في مساله الملاحقه الاسرائيليه خلال المرحله الماضيه والتي توقع الاحتلال الاسرائيلي ان يكون هناك اشتباكا قد يدور مع عدي التميمي لأجل ذلك كان قد اعتمد الاحتلال الإسرائيلي علي جانبين في عملية الملاحقة الملاحقة عبر الضغط والاعتقال وال... وأيضا الوصول إلي ما يعرف بالمقربين من التميمي وايضا اعتمد الاحتلال عمليه الحصار المطلق، تذكروا متابعينا الكرام الليله الساخنه التي دار فيها عمليه الحصار لثلاثه ليالي على مخيم شعفاط والتي اعتبرها الاحتلال الاسرائيلي قد تكون بانها المفجر الكبير في الضفه الغربيه ومناطق القدس بعد تحولها الى دائره العصيان المدني كما اطلق اهالي مخيم شعفاط، اذا نعيد التذكير متابعينا الكرام بان عدي التميمي رسميا اعلن من قبل الاحتلال إلى ارتقائه والاحتلال يعتبر ذلك ليس نجاحا كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية وإنما هو اشتباكا ذهب إليه عدي التميمي لم يصل الاحتلال عبر منظومة الأمن والملاحقة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى التميمي وإنما كان قد التميمي اختار مسارا هو مشتبكا فيه مع الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال كان متفاجئا تكون عملية في منطقة معلي أدوميم تمركزا في منطقة العزرية التي تعد أحد المناطق الأكثر وقوعا تحت الرادار الاسرائيلي، من لم يعرف متابعينا الكرام مستوطنه او معالي ادوميم، معالي ادوميم من احد كبريات المستوطنات في منطقه العزريه والتي تطل على مدينه القدس والتي تعتبر منطقه ارتكاز لمنطقه السيطره على جبل البابا وغيرها من المناطق الفلسطينيه وهي ارتكازيه بالمناسبه وتتواجد فيها جامعه اسرائيليه وتعتبر من المدن الاسرائيليه وليست من المستوطنات في وصف الاحتلال الاسرائيلي نعيد متابعينا الكرام اذا الاحتلال يعتبر بان عدي التميمي كان قد فاجأ المنظومة الأمنية بهذا الاشتباك وفاجأ أيضاً للاحتلال بالوصول إلى منطقة لم يكن يتحسب بالوجود إليها أدار اشتباكاً أصاب مستوطناً أو ضابطاً إسرائيلياً في المكان وبعد ذلك ارتقى الفيديو التي نشر على واقع التواصل الاجتماعي يشير أيضاً إلى الاشتباكية التي كانت ما بين عدي التميمي الذي اشتبك ثم أصيب ثم... وقع على الارض ثم ادار اشتباكا ثم استمر في ذلك بمعنى هذه الروح القتاليه التي اشارت اليها وسائل الاعلام الاسرائيليه تعتبر خطره في هذا الجيل الذي يظهر بهذه الصوره. اذا متابعينا الكرام نواصل معكم هذه الليله في التغطيه لكن نقرا ايضا ظلال الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه كيف يقول الاحتلال الاسرائيلي المره عن مخيم جنين عن مدينه نابلس استمرار الحصار في نابلس وناخذ بعدين في هذه المتابعه. نذكر متابعينا الكرام الجانب الاول عندما ينظر الاحتلال الى ما يجري الان في منطقه القدس وما يجري الان في منطقه نابلس والاحتلال يتوعد مدينه نابلس بوصفها احد المدن الاخطر الان في الضفه الغربيه والتي تعتبر متابعينا الكرام من المناطق الخطيره للغايه لاجل ذلك الاحتلال يغلق الان مداخل نابلس ويعتبر عمليه الاغلاق هي مقدمه لفعل عسكري على الارض، الاحتلال يعتبر بان منطقه نابلس قد تحولت في الاونه الاخيره الى حاله لتوجهات فلسطينيه ب تنفيذ عمليات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي واعتبر بأن عرين الأسود في منطقة نابلس قد تحولت إلى السمة الأبرز في الملاحقة من قبل الاحتلال وضعها الاحتلال الإسرائيلي على سلم أهم التشكيلات الأخطر عليه في هذه المنطقة إذا نعود متابعينا الكرام للإخوة الذين دخلوا نعيد التذكير متابعينا الكرام حول الإعلام الإسرائيلي وما يقول وارتقاء إذا عدي التميمي في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بذات المسدس الذي اشتبك فيه مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز مخيم شعفاط، برز التميمي من خلال متغيرين متابعينا الكرام، هو المتغير الاول الاشتباك الاول الذي وقع على مدخل معليا ادوميم والجانب الاخر هو التفاعل الشعبي في منطقه القدس والضفه الغربيه عموما مع عدي التميمي الذي تحول إلى فعل كبير في الساحة الفلسطينية وهذا ما أشار إليه الاحتلال الإسرائيلي إذا كنا متابعين الكرام معكم في هذه المتابعة على أن نظل هذه الليلة في المتابعة المتواصلة حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية وأيضا وصولا إلى ما تحدث به وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عملية الاستهداف أو للشهيد عدي التميم